مرحبا مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. كيف كتشوفوا جولات أمنية مكثفة ديال عناصر الأمن الوطني ورجال القوات المساعدة من بعد واحد الهجوم قاموا به واحد المجموعة ديال الأشخاص محسوبين على جماهير ديال إحدى الفرق الكروية بمدينة الدار البيضاء. كاين استنفار أمني هنا بمنطقة بيل المدون التابعة لمنطقة الفداء مير السلطان، حسب واحد السيدة اللي قالت لقناة شوف تيفي بأن الحمد لله أن الأبناء ديال الحي ديال بيل المدون حبسوا من حدوا هذه المرة من الخطورة ديال هاد العناصر اللي سبق لهم أنهم جاوا لهذه المنطقة قبل أيام وكسروا عدد من السيارات وحتى من النوافذ ديال المنازل. اليوم كيف كتشوفوا استنفار أمني بهذه المنطقة بحثا على هذه المجموعة اللي جات لهذا الحي من أجل الهجوم عليه وتكسير مرة أخرى السيارات أو بحثا عن شخص كيكون أنه كينتمي الفرقة منافسة للفريق ديالهم. حقيقة هادشي عيب وعار ولا يمت لروح رياضية بأي صلة. غادي نحاولوا نرجعوا للحي اللي وقع فيه هاد الهجوم ونشوفوا واش نقدروا نحصلوا على تصريحات ديال السكينة اللي شفناهم أنهم خارجين من المنازل ديالهم، وكذلك نقول لكم ما وقع بالصوتي والصور. كيف قلنا سبق لهذا الحي انه تعرض للهجوم قبل اسبوع من الان تقريبا. كان واحد المجموعه ديال الاشخاص متزجين باسلحه بيضاء هاجموا هذا الحي وكسروا عدد من السيارات، وكانت قناه شوف تيفي نقلت لكم بالصوت والصوره المعاناه ديال هذه السكينه ديال هذا الحي مع هذه المجموعات التخريبيه اللي كتقوم بتكسير السيارات وازعاج السكينه. كانت المصالح الأمنية قد ألقت القبض على مجموعة منهم، ها هما اليوم عاوتاني جاو لهذا الحي من أجل خلق الفوضى مرة أخرى. كنظن بأن التدخل العاجل والناجح ديال رجال الشرطة ويجي القوات المساعدة حال دون وقوع خسائر هذه المرة في هذا الحي اللي معروف بالسكينة ديالو. شوفوا الناس خارجين مطعورين في هذه الأثناء. Thank you.
خويا السلام عليكم. هذوك فين هرسوا شي طوموبيلات اليوم عاوتاني؟ ما هرسوهمش والحمد لله، مشاو بحالهم. مشاو. إوا الحمد لله، على سلامتكم. لا حبي. على سلامتكم. إذا كيف شفتوا معنا مشاهدينا الكرام، الحمد لله أن اليوم كيف قلنا التدخل العاجل والناجئ ديال رجال الأمن ورجال القوات المساعدة أنه حال دون وقوع خسائر مادية أو تكسير في السيارات. شكرا على تتبعكم هذا المباشر، كان هذا أول مباشر ليلي معكم في هذه الليلة، ليلة السبت الأحد، احنا باقين فايقين معكم، بقاو فايقين معنا.